السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من تختيم لعبة Shadow of the Colossus. كالعادة لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول ما تنزل. ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، إن شاء الله اليوم بحاول أني في هالفيديو أغلب وأقتل العملاق السابع الثامن والتاسع، أني أنا أتوقع غلبت لحد الآن 6 عمالقة، آخرهم كان عملاق اللحية، سميته أبو اللحية أو اللحية السوداء من ون بيس. بس والآن ما أذكر أي عملاق اللي جاي بعد هذا، فخلينا نسمعها دوب. شو اسمه دورمان ولا دوبرمان ولا إيش اسمه هذا الموجود هنا، بيقول لنا أي عملاق هدفنا الجاي. عدوك التالي هو هذا الوحيد اللي قاتله في الماي. لا كذبت، في واحد غيره. هذا اول عملاق نقاتله في الماي، يعتبر شوي صعب ومزعج ده قتاله. فنقول بسم الله. اوكي، اولا نشوف وين العملاق، في اي اتجاه بالضبط. العملاق بهذا الاتجاه. اوكي، كنا بنروح للعملاق الثالث او عملاق المطرقه، ابو المطرقه. يلا يا اقعو لزرو ليتس جو. اتوقع لو خلصت هذا يبقى لنا حلقتين زياده عن هذه ونخلص اللعبه. لو يعني قتلت 3 عمالقة في كل حلقة. هنا في طريق؟ اي والله في طريق. شوف الصقر يمشي معنا. لو شفنا مبنى بحاول اني اصيد يسموهم السحالي او الوزغ، انا اكون دقيق، الا يكونوا في طريقنا طبعا. او هذه حفره شكلها. اوف، اقول زين ما طاح. alright، هذا هو الطريق وهذاك مبنى قدام نقدر نحصل سحلية اتوقع. اجهز السهم القوس. بوم، جربه هدوء. كاني شفتها فوق. دقيقة، خلينا نركز من بعيد. اقرأ تحمست. ايش فيك؟ اسمعها، تعالي. تفت مثل لدينا. طلع القوس، اسمعها، لاحق الصوت. you
تعالي تعالي. نايس. وين بوم؟ اقرا ليتس جو. هل هو الاتجاه؟ لا والله الاتجاه من هنا. خلينا نروح ونشوف. كمل هذا الطريق. طريق وعر. وين بيطلعنا هذا؟ يلا يا أقرو اسرع. ترى يا أقرو بنزل بدونك لأنك بطيء مرة. ما في شمس هنا فما نقدر نشوف اتجاه العملاق. رجعت طبيعي يا أقرو. ايوه طريقنا الصحيح هذا. أقرو ايه خلني انزل شوي اتمشى شوي. هو بالضبط من هنا توقع في بحيرة. أقرو يلا تعال. Let's go أقرو. اوكي فيها سحلية ثانية. Never mind أقرو بقى الحين ندور ساعة على السحلية. أقرو تعال. مو انرجي مو انرجي. اوكي اقدر اسوي ازعاج عشان اسمع الوزغه. وين الوزغه بالضبط؟ شفتها شفتها شفتها. نايس اسرع صيدله سحليه سويتها لحد الان. ما ماتت يا حماره. ما استفدت شيء ضربتها. لكن جاهز السيف؟ ايوه كفو. يلا ليتس جو أقرو. اوه ليكون ما اقدر اروح بأقرو دقيقة. اوكي في عمالقة الطريق ليهم مرة سهل واضح. في عمالقة زي هذا ليكون رجعت انا. لا ما رجعت انا في منطقة جديدة. مبنى جديد. اوه اتوقع اني وصلت صدق. يعني رحت لو رحت من عند الصحراء اسرع لي. اتوقع اني وصلت. طيب بس دقيقة خلنا نروح نشوف هل الوزغة الموجودة هنا. نقتلها ونروح الى العملاق الاول.
شفتش ماتت؟ تأكد بس. نايس بوم and let's go. يلا يا أقرأ أشوف أنا مكان العملاق. لو رحنا هناك نوصل هناك مكان شو اسمه فريد من نوعه يبين أنه مكان شيء مهم. شوف بوم أيوة هذا هو الطريق. بس بما أن أول عملاق بحر فما أقدر أستخدم أقرأ. كم مرة استخدمت أقرأ في القتال؟ العملاق الثاني بس ممكن. أوكي اوكي وصلنا. بم 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 اي وين اجو يا تقدر تروح يا اجو اين دوري انا ايه موت موت alright لو نطينا في الماء على طول اوه اوكي اول عملاق مائي بسميه اتذكر ان هذا مرة صعب يا اخي تحت الماء عشان ايش اسمه تتركه ويكهربك بعد فمشكله alright رجعوا الموسيقى الجميله بس يبغى لنا الحين خليه ينتبه لنا ما نقدر نأشر بالسيف عشان ينتبه لازم نصير قدامه ناسي انا كيف اسبح ايوه اه شافنا شافنا شوف عيونها صارت ثقالية نتباعد عن القرون اللي فيها لأنها تكهربنا اسرع 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 افا كده انك تتشبت فيه بيطلع مرة ثانية ممكن اوكي ضيعنا مرة ثانية كشفنا مرة ثانية لا امسك امسك نايس امسك امسك اوكي ما تشبثنا فيه اوكي الحين تاني ركب للسطح ايوه هذه فرصتنا اوكي من اول ما يطلع من السطح على طول نركض نتقرب الى القرون عند كل قرن اذكر في نقطه ضعف ايوه اركض 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 شبث لا نستعجل بس والقرون هذه اللي نزلت تحت الماء تكهربني شوف ذاك النقطة الضعف عنده ها اوكي كذا عطلنا هالقرن هذا نايس نبغى نوصل لراسه
لو قربت زيادة كان ممكن يكهربني وانزل عنه. نايس. شوف العلامة ذاك، علامة النقطة الضعفة. غرق. طيب نزلني تحت الماء. نايس. اوكي اسهل مما اذكر. ايوه ضربه واحده نفوز. جاهز؟ افا ضربته بسرعه. يكون ما لا اركب رصاص شكله بي. نزلني للسطح مدل العمق. يكون بموت. باقي ضربة واحدة ويموت. اوكي وين راح؟ هذا هو. خلينا نروح لقدام عشان يلاحظنا ويجي مرة ثانية يركب للسطح. ضربة واحدة لو ما لو شحنت الضربة كان مات الحين. اخ كنت قتلته بسرعة. وش حبيبي ما شفتني؟ ايوه شافني. اتوقع بما ان القرون عنده مكسورة ما يقدر يكهربني، اقدر اضل فوق عشان يتقرب وامسكه على طول. ايوه امسك. ايوه مسكته. نايس. الحين ناخذ كل الوقت عشان نوصل الى الراس مره ثانيه وضربه واحده وميت. استعجل بعد ما يطلع كامل. استامنا عندنا استامنا. اوكي وصلنا. لا اوف كنت بطيح. شن نزل المفاجأة. هاي حبيبي باقي لك ضربة واحدة وتموت. ضربة واحدة بس. أهم شي ما يغطس. بوم خلصنا. He's dead. هروب. والخيوط. أوب. هذه الخيوط السوداء. اوكي الان الكلاسس خلصنا من السابع اللي هو عملاق البحر او اول عملاق نقاتله في البحر. الحين دور الثامن. الحين وصلنا الى نص العمالقة بالضبط نصهم. من هو العملاق الثالث؟
عدوك التالي هو الوحش العملاق بديل، محاصر في حفرة كبيرة في عمق الغابة. عملاق محاصر. اوكي، هذا اتوقع اول عملاق يعتبر يعني صغير نوعا ما مقارنة بالباقي. فلس جو يا اجرو. على طول سيدة هنا. اوكي اجرو لس جو، اجرو لس جو. من هنا ها؟ اوكي نايس، اتوقع مو بعيد هذا. يلا يا جرو، قريب من كذا وصلنا تقريبا نص مشوارنا، نص المغامرة، قربت تخلص المغامرة. اوكي هنا صح؟ نايس اوكي سيدا. كان في كهف اتوقع ندخل هنا. اوتش سوري اجرو. مكان جميل شلال. يلا يا اجرو. المكان جميل. كيف ما أنا في ماي فأتوقع أن أجرو ما يقدر يجي وياي. alright هذا هو المكان أتوقع ما دخل منه. في تروفي أتوقع تمسك بالسمكة. أنا أتوقع جبت لكل البلاتنم تروفي في هاللعبة. خلعنا ونكمل. مكانه جميل مرة. محتاج حتى ادور، هذا هو المكان. مكان عملاقنا الجاي. يب. طيب وين نروح من هناك؟ اوب ايوه نايس. هلا ما كان مصمم عشان ما حد يقدر يوصل لها كانها. اوكي العملاق الثامن الزاحف على الجدران. اوكي هذا صوته بوم. هذا هو والله مو صغير بس مو عملاق زي ما قلت مقارنة بباقي يعتبر صغير. بيب 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 بيب. اوكي نحتاج نافذة ما فيها
او مكان مكسور. هذا هو. انتبه انتبه. اوف مت. اوكي عشان نسوي شيء زي كده خليه ينتبه. نبغى يتسلق الجدران. اوكي نبغى يتسلق. اوكي تسلق تسلق. او شت. اوف. مت. طاح. مت. ممكن هذه اول موتة لي في اللعبة. اضرب الجولة بيطيح ان شاء الله. ايوه طاح. بسرعة طيح انت بس بسرعة. بسرعة يطيح ونقلب على ظهره. ونقدر نضرب نقاط ضعفه اللي هي ببطنه. ضربة زيادة بعد. ضربة زيادة. كان في نقطتين ضعف. اهرب 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 اهرب. اوه انا قريب بموت لكن نرجع نتسلق. نضربها وننحاش. نبغى نتسلق. لا طيح لا طيح لا طيح. ايوه لا تتسلق. اوكي اهرب الحين روح على الجهة الثانية. ايوه ايوه ايوه. بسرعة 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 بسرعة. هذا حالات الحلو فيه ما يقاوم واجد. ايوه خلصنا من هذه النقطة. اوف يقتلك لا انقلب عليك. والله ما كنت ادري. لا يا حمار يا حمار يا عبد الله ليش نطيت. اوكي صراحة بما ان هالحبيب ده معور راسي بتصير الحلقة بس عملاقين لان كفخني تكفخ. لحد الان هذا هو اصعب عملاق يمكن انا واجهته لحد الان. بسرعة انزل بسرعة.
منه يا حبيبي أنا منه. تعال تسلق يا حبيبي. لا لا تطيح لا تطيح لا تطيح لا تطيح لا تطيح لا تطيح. ايوه طلع طلع قبل يطلق علي. نايس نايس اوكي وصلنا نص دمه. ايوه اطلق علي قبل يطلق. اركب يا عمي. هرب. لا ضربتك يا اوه ماي جاد رحت اموت. اهرب اهرب اهرب. خلينا نركب على لان مره ما نزيل مره. ايوه هذا الارتفاع الممتاز. راح تموت. نط بسرعه نط. خلصت هذه. يمكن ضربة أو طيحة قوية وموت. صراحة هالعملاق صعب على صعوبة الهارد أو الصعوبة العالية. هذا صعب إنه مو تقليدي. ما يبغى تتسلق أو تضربه.
يلا اركب اركب. خلينا نجرب نضرب النقطة الضعف بالأسهم. مو متأثر، لازم بالسيف. اوكي لازم نخاطر نقتله بالصيف. بالصيف؟ صيف ولا شتاء؟ لازم نقتله بالسيف. ضربة واحدة وباموت، لو يصيبني باموت، وطيحة قوية باموت. نايس نايس. لا ما داني عاد. بسرعة بسرعة، روح روح روح. كان بينقلب علي لما شقلبت. اوكي بس بالاسهم انا ضربته ممكن فوق زيادة. العلامة بين رجايله. يلا تعال. افا ما ضربته ما ضربته. لا نوت. ها ما اتوقع ضربتين كفو. ضربة واحدة بس والله ما اخليك. ضربة. اخيرا اصعب عملاق لحد الان. بعد معاناة قتلني كثير صراحة. كنت بسوي ثلاثة عمالقة بس بعد هذا خلينا نكتفي بعملاقين. وفي الحلقة دقيقة، في الحلقة الجاية لو سوينا عملاقين عملاقين او اربعة اربعات اللعبة شوي تطول، فعملاقين عملاقين افضل. فشكلي غيرت رأيي بسبب مع صوت البنية قاعد ترجع للحياة. عملاقين عملاقين افضل. فبنوقف هنا. فاتمنى ان الفيديو عجبكم. اوه ده هي كاتسين، هذا شيء كاتسين غير. هذا يحلم ان البنت رجعت للحياة. حلم او تنبؤ او شي في المستقبل ما ندري. اوكي بوم، وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الحلقة عجبتكم. اذا عجبتكم كالعادة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاية مع تدمير التمثال. مع السلامة.